ماي سولي مايويا يا سول سول. الله الولاد دول راحوا فين؟ يا ماي معقولة يا باسل؟ معقولة لحقت وحشك؟ وانت لسه موصلني. الو ايوه يا باسل وصلت بالسلامة. وحشتك ايه يا بكاش؟ انا لوحدي. لا لسه ما قلعتش الجزمة. تحرجنيش بقى. انت بتهزر. وحشتك ايه؟ انا لسه سايباك حالا. ايوه طبعا انبسطت. اصلي اول مرة انضم لحزب سياسي. طبعا بتعجبني. هو اي نعم يعني شكلك بقى احلى دلوقتي. زمان كنت مسلوع كده ووشك كله كان مناخير، بس الحقيقه دلوقتي بقيت زي القمر. طيب يا باسل ما تضغطش عليا والنبي، اصل مش عارفه افاتح صالي ازاي. اكيد اكيد هخليك تقابله وتتقدم لي، بس اديني فرصه شويه. لا 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 فلوس ايه يا باسل؟ فلوس ما بتفرقش معايا خالص على فكرة. انا اخر حاجة تفرق معايا الفلوس. حقيقة علي كان مغرقني فلوس وذهب، وبعد الجواز كمان كان مغرقني. بس حقيقة كان مغرقني شربات، شربات معفنة. يلا الله يكحمه بقى. اوكي ان شاء الله نتقابل بكرة. باي باي. باي باي. هادي الرجالة الحلوة. نهار اسوح نسيت اعدي على الاي تي ام ماشين. طب انا هجيب فلوس منين دلوقتي لمصاريف العيال؟ ماشي يا علي ماشي، انا هعرف اخليك تصرف على عيالي ازاي. استنى عليا. بابي على طول عنده ضيوف ومشغول، وانتي على طول يا اما بره البيت يا اما بتتكلمي في الموبايل. اعمل ايه بس يا ولاد؟ ما انتوا عارفين اني عندي شغل طول اليوم. طب ما انت طول عمرك عندك شغل طول اليوم، وعمرك ما بعدتي عننا قوي كده. انا اسفه يا ولاد، حقك عليا. يا ماما احنا بقالنا اسبوعين مش عارفين نعمل هوم ورك. نعم يا اختي، انتوا كبرتوا خلاص، مفروض تعملوا هوم ورك لوحدكم. حتى نسيتي يا ماما تديني فلوس الدروس، انا كده ممكن اسقط واخرج من المدرسه واشتغل بيليا. انت بتتلكك تشتغل بيليا؟ وانا كده يا مامي هبقى ببيع مناديل في الاشارات. يا سلام، ايه الافلام الهندي اللي انتم عايشيني فيها دي؟ بصوا بقى يا اولاد، انا في موضوع مهم عايز اخد رايكم فيه. مادام انت عايزه رايي اتفضلي. قولي قولي يا مامي، انا هفيدك بخبراتي. خبراتك؟ يا مصبر الوحش على الجحش. شوفوا بقى يا ولاد، اي راجل وست بيتطلقوا في نوع من الامهات بيعيشوا عشان ولادهم، بيكرسوا حياتهم عشان ولادهم. الستات دول عاده بياخدوا الام المثاليه وهم عندهم 60 70 سنه. انا بقى مش من الامهات دي خالص. في نوع تاني من الامهات بعد ما بيتطلقوا بيتجوزوا كتير قوي قوي، يعني راجل ولد تاني، تتجوز ده وتسيبه تتجوز ده وتسيبه. لا ما تبرقوليش، انا برضو مش من النوع ده. يا نهار اسود، امال انت من انهي نوع؟ من نوع تالت بقى. النوع التالت ده بقى غير الاولاني والتاني. النوع ده بيتجوز بس مره واحده كمان، ويا صابت يا خابت. انا من النوع ده. افهم من كده ان في عريس؟ ها؟ ردي على سؤال الراجل المسؤول عنك. ايه جو رايا وسكينه دول؟ قولي قولي ما تخافيش. هو بصراحه يا ابي سولي، ايوه في عريس وعايز يتقدم. يتقدم؟ يتقدم لمين؟ لامك. امنا؟ الكلام واضح يا سولي. بقول لكم ايه بقى، انا مش فاضي للعب الامهات ده. معلش يا ابي سولي، يعني اديله فرصة، يمكن لما يقابلك يعرف يرشيك، قصدي يعرف يقنعك يعني. وانت عرفتي ازاي وامتى وليه والساعة كام وفين؟
ايه ده يا سوري على البنت، وترتها. بصراحه انتوا شفتوه قبل كده وقابلتوه، بس كانت في ظروف تانية قبل ما يحبني. هو كمان حبك؟ هو الجواز لحد دلوقتي لسه فيه حب؟ ايوه لسه فيه جواز بالحب زي الشوكولاته بالبندق كده. يعني افهم انك انت موافقه على الراجل ده؟ السكوت علامه الرضا يا سولي. حاضر يا عم، انا تحت امرك. هجيب لماما احسن شقه، وهجيب لها احلى شبكه، وادفع لها اغلى مهر. بص، احنا ولا يهمنا ولا الشبكه ولا المهر، احنا بنشتري راجل. ربنا يخليك يا حبيبي. بس اوعى تفتكر انك انت بتشتري ماما. ها سولي، في ايه؟ لم نفسك. حبيبي الراجل يعني عايز يشتري محبتكم. والله يا طنط. يا ايه؟ يا طنط. طنط ده ايه يا حبيبي؟ طنط ده ايه؟ اتجننت ولا ايه؟ قصدي حماتي يعني. حمات مين؟ الله، ايه المصيبة دي؟ لا، أحب أعرفك برجاء، جارتي وصاحبتي يا باسل. هو ما حدش قالك إن مامتها ماتت؟ لا والله يا طنط، أنا آسف يعني. الفاتحة بقى. فاتحة إيه؟ بقول لك ماتت من زمان. بص، كلمنا راجل لراجل. اتفضل يا أخوي. انت ولا هتكون اول خطيب ولا اخر خطيب. ازاي؟ بص، قصدي العرسان كتيره جدا زي كتب المدرسه كده، وكلهم بيدفعوا اكتر من التاني، وانا مضطر اعمل مزاد. ولد ايه سولي يا حبيبي؟ معقول عايز تبيع مامي في مزاد؟ لا، طالما هو شريكي يبقى لازم يفهم الوضع كويس، وانا عايز اعلى سعر. كده انا فهمت، انا مستعد اشتري وباغلى سعر وبالدولار كمان. لا، دولار ايه بقى؟ معلش، يورو بقى عشان اعلى في السوق. دولار ايه ويورو ايه يا باسل؟ بتعوم على عومه. انتوا بتبيعوا وتشتروا فيا. بص يا ابني، انا مامي عامله زي الذهب، بتعمل فول ميك اب لنفسها في ربع ساعه. انا مستعد اجيب لها طقم ماكيرات مخصوص ما يهمش الشكل، وهي احسن واحده تطبخ في العالم. هجيب لها طقم طباخين تحفة ومخصوص ليها بس، وما يهمنيش الأكل. وتقريبا كده، تقريبا يعني معرفتش أي راجل في حياتها غير بابي. إيه تقريبا دي؟ إيه تقريبا دي يا سولي؟ ولسه بتحبه؟ ما حصلش. بص يا ابني، أنا على طول مامي بتحب كل الرجالة تجري وراها علشان بابي يغير عليها، وأي حد يجي جنبها يديله بالجزمة. بالجزمة؟ يا ابني، انا فعلا بجري وراها دلوقتي، بس باباك مش جوزها عشان دلوقتي يغير عليها او يعترض او كده يعني. فاكر بقى يا سولي زميل مامي في الشغل لما كان بيعاكسها وبابي جاب له عاهه مستديمه؟ ايوه. وفاكره الولد اللي كان بيمثل وخلاه يبطل يمثل؟ ايوه، علشان غير له ملامح وشه. ولا بقى يا سولي جارنا المحامي لما دخل في غيبوبة، يا عيني لما قال لمامي صباح الخير صباح الخير يا أنور. ده غير الناس اللي موتهم كتير. ايه ده؟ الكلام ده كله كذب على فكرة. هو أنا كنت متجوزة علي الطيب ولا علي الزيبق؟ ايه يا رجاء، ما تقولي حاجة مش صح؟ لا طبعا صح. أمال ايه؟ وإلا بقى كان علي زمانه دلوقتي يعني متشعلق في المشنقة أو قاعد على الكرسي الكهربائي. لا، ما هو بابي بيعمل الجريمة كاملة. هيقتلك وهيتويك. في ايه؟ وهيداري جثتك. في ايه؟ محدش هيعرف هي فين. شيخ، بقول لكم ايه، انا غلطانه ان انا اعتمدت عليكم انتوا الاثنين. اتفضلوا قوموا على اوضكم. اتفضلوا. يلا. تصدق انت صعبان عليا. يا اخوي انا معاك. معلش بقى يا باسل، الاطفال انت عارف، بس انت تقدر يعني تطلبني من جوكم. حاضر. وانا تحت امرك، بس انا عندي اقتراح بسيط ويا ريت يعني تقبله. نخلي المهر بعد اذنك من دينار كويتي، سعره عالي قوي. حاضر. ايه، موافق؟ موافق. ايه والله ما قصرت.